السلام عليكم. اليوم مع وصفتهم هذه جيتكم بوصفة الخفاف بالسميد وحده، ما فيش كامل الفرينة تحت، يعني رغبات خاصة واحد المشتركة يوميا نصيب الكومنتر تاعها سميد، يعني عفوا السفنج بالسميد. وجبت لكم الوصفة عنها اليوم بدون تعب. شوفوا ربع كيسان تاع الفاري تاع السميد، عفوا شوفوا شحال دارت لي من حبة، تحفة. هذه وين طابت، راهو مازال وسخون، شوفوا جانا على حبه. يلا ما عليكم غير تبعوا معايا الوصفه هكذا باش تكتشفوا الطريقه كيفاش حضرت هذا السفنج تاع نهار اليوم. اول حاجه نبدا بها، نبدا بالعجين. واش فيه العجين؟ فيه 4 كيسان نتاع السميد يكون رطب، اذا 4 كيسان. دوك انا عطيتك مقادير قليله، طبيعه الحال السميد راهو مغربل، وانت الى عجبتك الطريقه ضافي المقادير. هذا الكاس نخليه باش نقيس الماء. واش السميد استعملت ماما رقيق رطب، هذا يعني يجي هايل. بعد واش ندلو هذا الخليط نتاعنا، رايحه ندلو مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز، مغرف كبيره، انا هذه الخميره الاخرى تاعي اللي في الدار، راح نزيد معاه مغرفه كبيره نتاع العسل. ما عندكش ديري السكر عادي. نزيد عليهم مغرفه صغيره نتاع الملح، نزيد شويه حسيتو انه يجي مسوس هكذا. بعد هنا واش ندير، نعمر الكاس الاول تاع الماء اللي يكون دافي. يعني راح نعطيك اليوم طريقه سهله لاي وحده تقدر تجهز هذا السفنج. هذا نخلطهم هكذا مع بعض، ندير هذاك الكاس الاول نتاع الماء، نزيد نعمر الكاس الثاني، يعني في الاول نديرو القيس تاع الماء تاعنا. اذا درت زوج كيسان تاع الماء، نلم العجينه تاعنا، يعني ما فيهاش كامل مجهود كبير العجينه تاع اليوم، نلمها هكذا. وتعمدت اني يعني ما نجري لا فيديو، ما ننقص حتى حاجه في المونتاج، حتى باش اي وحده تقدر تجهدو. شحال نزيد دوك؟ نزيد نص كاس، اذا راح نحتاجو زوج كيسان ونص نتاع الماء في ربع كيسان نتاع السميد. اذا نضيف هذاك النص كاس تاع الماء، نزيد ندخلو، راح نتحصلو على عجينه شويه متلوقه هكذا. يعني اليوم جبت لك السفنج بمقادير مضبوطه وسهل، ندخلو هكذا مليح مليح. من بعد واش ندير، يعني خلطته فقط، لميته فقط، نغطي العجينه نتاعنا، نديتها في هذا الباسين اخير ونخليها على الاقل 20 دقيقه، يعني حتى نشوف العجينه خمرت. بعد ما خليتها ارتاحت هكذا واحد 20 دقيقه، يعني على حسب الجو اللي رانا فيه راح نصيب العجينه طلعت. ماذا بك تحطيها في مكان اللي يكون دافي. من بعد واش ندير لها، نحكمها ونخبطها، لازم نخبطها مليح مليح حتى نحصل على العجينه اللي تكون ليس. اذا هاي العجينه خبطتها هكذاك واحد الخمس دقائق، كانت كافيه شفتوا، ها هي معنا. دوك انا واش ندلها، ندلها شويه نتاع الزيت، اذا ندهنها بشويه نتاع الزيت بهذه الطريقه، نعاود نغطيها ونعاود نخليها ترتاح 15 دقيقه ثانيه. دائما المكان يكون دافي. بعد ما خليته هكذاك 20 دقيقه في بلاصه دافيه، شوفوا كيفاش خمر لي. نعاودوا العمليه تاع الخبيط 5 دقائق وحده اخرى، يعني مهمه هذه العمليه. شوفوا العجينه يعني ما دلكنا ما والو، يعني زوج خطرات نخبطوها 5 دقائق، ومره الاولى لموها فقط، يعني ما تعبيش كامل مع هذا السفنج. اذا نزيد له 5 دقائق خبيط،
ونعاود نغطي العجينه ونخليها ترتاح 15 دقيقه، يعني نخلوها ترتاح 3 مرات دائما في مكان دافي. بعد ما خليتها ارتاحت شوفوا كيفاش خمرت. دوك انا قلت لك 15 دقيقه، دوك انا الكوزينه تاعي عندي مكان دافي نحط فيه. شوفوا كيفاش خمرت العجينه، انت يلا شتيها ما خمرتش خليها زيت تخمر حتى تطلع لك. بعد هنا واش ندير؟ عندي الزيت اللي راح نديرو في يدي، نهبط له هكذا الخمور. شفتوا العجينه كيفاش راهي؟ والله كان ما دلكنا من الصباح وانا ندلك. بعد نحكم هكذا العجينه ونشكل كرات. دوك انتي السفنج تاعك كيفاش راكي حباتو، كبير ولا صغير؟ انا نحبو هكذا موايان، يكونوا الحبات ماشي كبار بزاف، ونديرهم هكذا في سنيوه. هنا نقطعو كامل، يعني سيي كيفاش ديريهم كامل حجم واحد هكذا. هاي الكميه اللي عملتها، اللي غنديرها كرات ندير الزيت سخن، ودائما نخدمه بالزيت، ندير يدي في الزيت نحكم الخبزه. انا نحب السفنج يكون مفتوح للداخل، اللي ما تحبوش مفتوح تقدري ديريه كما الطريقه ولا خليه. يلا نديروه كما الطريقه التقليديه، ما نفتحوش في الوسط، نديروه هكذا. شفتوا راني نعرض، لكن الطرف نخليه خشين، يعني نعرض في الوسط والطرف نخليه خشين ونرميه في الزيت. بسم الله. وكي نرميها في الزيت ما نرميش الزيت من الفوق، ما نتوشيهاش كامل بالزيت حتى تطلع شويه، يعني هادو من اسرار باش ينجح لك السفنج. كي تشوفيها تنفخت، شفتوا كيفاش تنفخت لي الحبه، نبدا نرمي لها الزيت من الفوق هكذا باش يتنفخ لي ويبدا يتحمر. يعني ماشي غديري في المقله تبداي ترمي له الزيت، هيدا نخليها حتى تتحمر لي مليح وتتنفخ. من بعد نقلبو الجهه الثانيه وتبقاي ترمي في الزيت عليه هكذا باش يطيب هكذا. دائما تكون مبتدئه، الحبه الاولى بالك ما تنجحلكش، الثانيه الثالثه يعني تبداي تتحكمي في الامور. لكن شوفوا هنا الحبه الاولى كيفاش جاتني ما شاء الله. شفتوا نزيد نخليها تتحمر شويه ونرمي لها الزيت في الوسط هكذا باش طيب، نضمن انه راهو طايب 100%. هكذا هاي طابت لي وتحمرت، ونحيه نصفيه مليح مليح من الزيت. هذه الحبه الثانيه كما خدمنا الاولى. دابا قد باش تشوفوا كيفاش نحطها في الزيت، شفتوا شحال سهله. في الاول ما نرموش الزيت عليها ونبقى يعني نراقب فيها حتى نشوفها بدات تنفخ. كي نشوفها بدات تنفخ لي وبدا العجين يطلع، الزيت دائما ما تكونش سخونه بزاف، تحسي الزيت سخنت نقصي النار، تحسيها نقصت السخونيه زيدي النار. من بعد هنا كي نشوفها تنفخت نبدا نرمي في الزيت عليها. شفتوا شحال سهله، هذه هي الطريقه اللي نطيبوا بها السفنج. فوالا نقلبوا الجهه الثانيه ولا اسهل هكذا حتى يطيب ويتحمر لي مليح مليح. اذا ها هي طابت، ونكمل نطيب كامل السفنج تاعي ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. الوصفه تاع نهار اليوم هي السفنج بالسميد وحده هو معنا واجد. الشتاء البرد دراري عطله، يلا ما عندكش عذر وما فيهش كامل التعب، يعني ياخذ لك الوقت ساعه لكن في الخدمه ما فيهش كامل التعب.
يلا شوفوا كيفاش جانا هذاك السفنج. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جانا في الوسط، يعني القوام تاعو كيفاش جانا. ها هو معنا، ونعرفوا انه تاع السميد مام يصبح تعاودي تسخنيه برك، انا نديروه في الميكرووند يولي جديد. بسم الله، شوفوا معنا تحفه، شوفوا شحال خفيف، شوفوا من الداخل رائع رائع رائع. ها هو معنا السفنج نتاع السميد. اي وحده طلبت مني الوصفه ها هي معنا، جربوها متأكدة أنه راح ينال إعجابكم. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.